أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج المشهد. هذا العدد الذي سنواصل من خلاله الحديث عن الرئاسيات المزمع تنظيمها في 7 سبتمبر المقبل، وكذا عن انطلاق الحملة الانتخابية والتي ستنطلق رسميا في 15 أوت الجاري، عن الاستعدادات لهذه المرحلة الهامة والحاسمة في هذا الاستحقاق، وعن كافة الترتيبات المرتبطة بها، وذلك من خلال استقبال مديري الحملة الانتخابية لكل من المترشح عبد العالي حسن شريف وكذا المترشح يوسف أوشيش. وفي الجزء الأول من هذا العدد أسعد باستضافة السيد أحمد صدوق مدير الحملة الانتخابية للمترشح حسن شريف. أهلا بك سيدي كريم. أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الكرام. بداية سيد أحمد صدوق، أيام قليلة تفصلنا رسميا عن انطلاق الحملة الانتخابية، هل أنتم جاهزون ومدى حضرتم لهذا الموعد الهام؟ فعلا يعني ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 15 أوت كما ذكرت، ونحن جاهزون، يعني أعددنا كل ما يتعلق بالتحضيرات القبلية لهذه الانتخابات. نحن قبل أن نصل إلى هذه المرحلة كنا قد أعددنا خطة انتخابية من 3 مراحل أساسية. المرحلة الأولى تتعلق بجمع التوقيعات وإيداع ملف الترشيح، والحمد لله تم قبول ملف الترشيح، وهذه المرحلة نجحنا فيها بامتياز وجمعنا العدد المطلوب وأكثر من التوقيعات رغم المعاناة رغم الصعوبات رغم العراقيل التي وجدناها. الآن نحن في المرحلة الثانية، المرحلة الثانية تنطلق منذ قبول ملف الترشح للسيد الرئيس حسن الشريف عبد العالي إلى غاية يوم أو إلى غاية الصمت الانتخابي، إلى غاية آخر يوم من الحملة الانتخابية. ثم المرحلة الأخيرة متعلقة بالصمت الانتخابي في تحضيرات ترتيبات إدارية وغيرها، وإلى غاية يوم الاقتراع وإعلان النتائج. الآن تعلق بالمرحلة الثانية، يعني أعددنا كل ما يتعلق ببرنامج زيارات للرئيس حسن شريف عبد العالي المترشح لزيارة الولايات، سيزور بإذن الله من 30 إلى 40 ولاية. تم اختيار هذه الولايات على وفق معايير محددة فيها البعد الجغرافي، البعد السكاني والديمغرافي، فيها البعد القيمي والتاريخي لهذه الولاية، ولأنه لا نستطيع عمليا أن نغطي 58 ولاية في ظرف 20 يوم، فلذلك ركزنا على مجموعة من الولايات كمترشح، وباقي الولايات سيتم تغطيتها من طرف القيادات الوطنية من خلال قوافل، يعني شكلنا 5 قوافل يقودها قيادات وطنية يذهبون إلى باقي الولايات ويذهبون حتى إلى الحواضر والدوائر والبلديات لقيادة الحملة الانتخابية. هذا شق متعلق ب برمجة التجمعات. الشق الآخر متعلق بالإعلام والدعاية، الحمد لله نحن نشتغل وفق فريق إعلامي متخصص، فريق شبابي، أعددنا كل ما يتعلق بالمطبوعات، المنشورات، المطويات، اللافتات، كيف يسموهم الإتراكت، يعني كل ما يتعلق بهذا التصميم جاهز وهو قيد الطبع، وسيكون جاهز يعني لإرساله إلى الولايات 2 أو 3 قبل انطلاق الحملة الانتخابية، حتى بدورهم يوزعونه على مستوى البلديات للتعليق وللدعاية. الشق الآخر متعلق بالإعلام أيضا، وهو ما تعلق بالسوشيال ميديا. نحن نمتلك يعني فرق تشتغل في السوشيال ميديا، بدأت تسوق لكل المحطات التي مرت وستسوق كثيرا المحطات القادمة من خلال مختلف الصفحات ومن خلال يعني تسويق فيديوهات خاصة تم تسجيلها في استديو خاص عندنا في المقر لشرح البرامج وشرح التعهدات وشرح الخطط لتسويقها إلكترونيا أيضا، إضافة إلى أنه هناك فريق كبير عندنا سميناه فريق المتحدثين الإعلاميين. هؤلاء المتحدثون يعني سيتحدثون في تفاصيل البرنامج، وهم الذين ربما يؤطرون الحصص التي تكون في حقنا من خلال إجراء القرعة. يوم السبت القادم هناك لقاء لإجراء القرعة على مستوى توزيع الحصص الإذاعية والتلفزية، فعندنا فريق تم تكوينه وتدريبه وتم إعداد مفاتيح الخطاب التي يتحدث بها هذا الفريق. إضافة إلى ذلك أعددنا كل ما يتعلق بالعمل الجواري المحلي من خلال كيف نقول يعني تكليف أو إنشاء أو تأسيس فرق عمل جواري محلي أو قوافل ولائية تجوب مختلف ربوع الولايات والبلديات والمداشر وتلتقي بالمواطنين من مسافة الصفر وتسوق للمرشح الرئيس حسن عبد العالي الشريف. نعم. إضافة إلى الأمور المتعلقة بالمداومات، المتعلقة
الواجب الفردي والصوت المضمون إلى آخره. في هذه النقطة بدأت سيد أحمد صادق، الكثير يعرف ربما أن انطلاق الحملة الانتخابية سيكون منتصف شهر أوت. نعم. وهذا الشهر بالذات يعني مرتبط بالعطلة الصيفية لمعظم الجزائريين، يعني هل حضرتم ربما خطة بديلة ترتبط بالتعبئة؟ صحيح، هو على كل حال ستكون ظروف، خاصة الظروف المناخية لإجراء الحملة الانتخابية يعني قاسية وصعبة على الجزائريين لسببين. السبب الأول أنهم سيكونون في عطلهم السنوية، عادة الجزائريون يأخذون العطل في شهري جويلية وأوت، والظرف الثاني هي الحرارة يعني وتواجد الحروة خاصة في ولاية الجنوب. يعني نحن ربما نفكر في كيفية تأجيل التجمعات واللقاءات الجوارية إلى الفترة المسائية أخيرا، وبالمناسبة راح نقدم مقترح للسلطة المستقلة باش تفتح الحملة الانتخابية حتى في الليل، لأنه يعني الحملة الانتخابية لما تكون كانت مثبتة على الساعة 8 مساء، لما كانت الانتخابات تجرى في الشتاء 8 مساء راي بعد العشاء، في الصيف لا، الصيف 8 مساء المغرب، وما زال ما ربما عندكم مقترحات، يعني راح نقترح لهم هذا التوقيت. يعني يديروا تعديل، يديروا مرسوم بحيث الحملات الانتخابيه لما لا تستمر في الليل، فيمكن خاصه في الولايات الجنوبيه، الولايات الجنوبيه ما يخرجوش في النهار، ما يخرجوش على العصر ولا على الظهر ولا الصباح، غير ممكن، الولايات التي تشهد سخونه عاليه جدا. ولكن مع ذلك نحن سنركز في حملتنا الانتخابيه ان نصل لكل المواطنين، رانا دايرين استهداف ل 100 مليون اتصال الكتروني. نعم. يعني الهدف تاعنا ان نصل الى 100 مليون اتصال، معناتها 100 مليون جزائري، طبعا هما مكاش 100 مليون، ولكن يشوف مره وزوج والتكرار، نوصلوا الى 100 مليون اتصال الكتروني بحيث جميع الجزائريين سنوصل لبيوتهم ولهواتفهم المترشح الرئيس حسن الشريف عبد العالي، وهذه ان شاء الله يعني تكون ربما من الاليات المساعده لتجاوز مساله الظرف الظرف كيف نقول تاع البيئي، الظرف المناخي ربما اللي يكون صعب على الجهة. مع ذلك سننظم يعني جولات الى السواحل، اغلب الجزائريين خاصه من الجنوب يكون موجودين في السواحل، سنعرض انفسنا على الجزائريين في الشواطئ ونوزع لهم المطويات، وعندنا فرق شبابية وفرق نسوية تشتغل في هذا المسار إن شاء الله. نعم، ربما قبل الخوض في تفاصيل إدارة الحملة الانتخابية، الكثير ربما يريد أن يعرف من هو السيد أحمد صادق. أحمد صادق، أنا أولا أنا أشكر السيد الرئيس حسن الشريف عبد العالي أن وضع ثقته في، وهي مسؤولية كبيرة، يعني مسؤولية ربما نحن لعلمكم منذ 29 سنة لم نشرف على انتخابات رئاسية باسم حزبنا، كنا في المراحل السابقة منذ ترشح الشيخ نحناح في 95، أنا كنت طالب حينها وشاركت في الحملة الانتخابية، فالآن نحن نشرف على إدارة حملة انتخابية ماهيش سهلة، اللي هي متعلقة بالرئاسيات. فأنا من مواليد يعني ولاية شلف، سيد عبد الرحمن دائرة تنس ولاية شلف، ونائب لعهدتين عن هذه الولاية، عضو قيادي في الحركة يعني، والتحقت بالحركة منذ الثانوية، فأنا موجود في هذه الحركة، والآن نائب رئيس الحركة ومكلف بالهيئة الانتخابية، فالتعيين هذا طبيعي، لأنه احنا عندنا ما يسمى بالهيئة الانتخابية الدائمة، الهيئة الانتخابية الدائمة هي التي تحضر لكل انتخابات خلال عهدة حزبية، يعني 5 سنوات يترأسها نائب رئيس، أنا مكلف برئاسة هذه الهيئة، وبالتالي آليا لأنه احنا اللي درنا التحضير للانتخابات الرئاسية، الخطة، ورقة تقدير الموقف في مجلس الشورى، هذه كلها حضرناها في إطار الهيئة الانتخابية، فلما تحولنا إلى مديرية الحملة فآليا اللي حضر وشرف على تفاصيل التحضير هو الذي يكون مدير الحملة الانتخابية مع إخواني، مع فريق متكامل. فأعتبر نفسي مناضل في هذه الحركة، متبني لمبادئها، وداعم بقوة لترشح الرئيس حسن الشريف عبد العالي، وإن شاء الله يعني نكون عند حسن ظن المواطنين والمناضلين. بالحديث عن الفريق، يعني الشعب أو المواطن الجزائري يريد أن يعرف من هم رجال ثقة السيد عبد العالي حسن الشريف، من هو الفريق الذي سيدير حملته الانتخابية، كم عددكم، كيف ستعملون؟ شوف، احنا عندنا المديرية الآن تشتغل بفريق تقريبا من 16 عضو، فيهم رجال ونساء وشباب، كاين المدير احمد صادق، كاين نائب المدير مكلف بالبرمجه والمتابعه اللي هو الامين الوطني للتنظيم الاستاذ سعد العساوي،
كاين مكلف بالإعلام وكل ما يتعلق بالإعلام والاتصال والترويج السياسي الأستاذ عبد المنعم بن حمدة وهو الأمين الوطني للإعلام، كاين مكلف بالمالية الأستاذ سعيد زوار، مكلف بتعبئة النخب والمؤثرين الأستاذ الدكتور فاروق طيفور، مكلف بالاتصال أو ممثل مترشح لدى السلطة الدكتور عبد الكريم دحمان نائب رئيس الحركة، الأستاذ ناصر حمدادوش مكلف بفريق المتحدثين الإعلاميين وهو أيضا في الهيئة أو في المديرية، عندنا أيضا الأستاذ العيد بوكراف مكلف بملف الرقابة، عندنا شباب معنا فيه بلال قابوش مكلف بالوسائل واللوجيستيك وكل ما يتعلق بالحجوزات وغيرها، فيه فريق مكلف بالتشريفات والبروتوكول يرأسه الأيمن جرمان، مكلفة بتعبئة النساء فاطمة سعيدان، مكلف بتعبئة الشباب مروان بن قطايا، ومكلف بالقاعة التقنية وهذه او قاعة العمليات، هذه فان يعني عمل مفصلي رئيسي اللي هو الأستاذ منور الشيخ، وتقريبا تقريبا هذو هما. اي انتم امين مالي؟ امين المال هو الاستاذ سعيد زوار، هو الامين الوطني للماليه والوسائل، وفي نفس الوقت درناه في المديريه هو امين المال، لانه باه نحافظوا على نفس يعني على نفس الطريقه في اداره التسيير المالي، خاصه الانتخابات تحتاج ضوابط قانونيه وتحتاج يعني اجراءات فرضها القانون يجب ان نلتزم بها. نعم سيد احمد صدوق، نعرف ان الخطاب والتمويل يخضعان لرقابة صارمة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فالخطاب المسؤول ضروري والتمويل النزيه والشفاف ضروري كذلك. صحيح. ماذا يرى السيد أحمد صدق في هذه النقطة بالذات؟ أولا بخصوص التمويل، أنا دعني أعلق على بعض المحاولات التي تمت لتشويه هذه العملية الانتخابية في بدايتها، من خلال أن بعض من كانوا ينوون ترشح راهنوا على شراء توقيعات بعض المنتخبين، والحمد لله أن لم تسجل الحركة يعني أي لا لم يعني لم يصلنا، وأعتقد لا يوجد من منتخبينا، من إحنا تقريبا كان عندنا 2077 منتخب، جمعنا 2200 وشي حاجة استمارة منتخبين، فأعتقد أنه لا يوجد ضمن هؤلاء من تسجل الحركة أي الحركة يعني. وبالتالي قلت هذه العملية مدانة، ونحن الحق تأسفنا أنه في بداية الانتخابات نلجأ إلى هذا الأسلوب، هذا غير مقبول وغير معقول، ولا طالما عانينا منه، خاصة في انتخابات مجلس الأمة. مجلس الأمة للأسف كان بزاف منتخبين كانوا يتغلبون بالمال ومال فاسد، يعني أنت تصرف مليار ولا زوج ملايير باش تولي سيناتور، لا ماشي كلهم، ولكن شاهدنا في كثير من الولايات هاته. فالحمد لله أن العدالة تدخلت، وإن شاء الله جميع المترشحون الثلاث وممثلهم يلتزمون بالشفافية في إدارة تسيير الحملة الانتخابية من الجانب المالي، كاين قانون ضابط وكاين إجراءات صارمة ينبغي أن نلتزم بها جميعا. نحن في حركة المجتمع السن سنلتزم بالشفافية التامة، الحمد لله ما عندناش رجال أعمال ولا احنا حزب عادي، ما يعتمد في ميزانيته وفي تمويله على جيوب المناضلين، على جيوب بعض المحبين واللي هم في النهاية لقيت تبرعات من طرف المواطنين؟ من طرف المناضلين تحديدا. ومن طرف المواطنين؟ المواطنين المحبين ممكن يساهمون على المستوى المحلي يعني. نعم، لقيتوا بعض التبرعات ربما. لحد الان ما زال سنفتح حساب كما ينص عليه القانون، وسنضبط ميزانيه الحمله الانتخابيه وفق ما يقتضيه القانون، وسنبرر كل مصروف وكل مدخول، كل مداخيل او مصاريف وفق الاجراءات المحاسبيه المتعارف عليها قانونا. ماذا عن الشق الثاني من السؤال وهو الخطاب المسؤول؟ بخصوص الخطاب، نعم، احنا في حركة المجتمع السن معروفون ان عندنا خطاب مسؤول ودقيق وموضوعي. خطابنا اول حاجة نركزوا فيها على عرض انفسنا، يعني نعرضوا بضاعتنا، نعرضوا رجالنا، نعرضوا برنامجنا، نعرضوا مقترحاتنا، البدائل تاعنا، نعرضوا رواحنا على الشعب الجزائري. بالمقابل عندنا تقييم للوضعية الحالية، انا كي نعرض روحي بديل، إذا عندي تقييم موضوعي واقعي بعيدا عن تجريح الأشخاص، وبعيدا عن تجريح الهيئات، وبعيدا عن الخطاب الشعبوي والمزايدات، ما ناش في هذا المسار. نحن نريد أن تكون هذه الانتخابات انتخابات احترافية ومحترفة، ونسمو كمرشحين وكمتحدثين إعلاميين بمستوى الخطاب. الشعب الجزائري موش محتاج تلكم
يعني الخطاب البهلواني او الخطاب المشوش او الخطاب اللي يزيد ينفروا من العمليه الانتخابيه. يعني احنا لو نستطيع فقط ان نكسب ثقه المواطنين باش يشاركوا ديجا راهي حاجه كبيره. فلذلك ينبغي ان نبتعد جميعا في خطاباتنا، وهنا نوجه رساله لكل الشركاء سواء كاحزاب داعمه لهذا المرشح او ذاك او كمتحدثين او كنخب، ينبغي ان نلتزم بالخطاب الموضوعي، الخطاب المسؤول، الخطاب الذي يجذب ويبعث الامل، وليس الخطاب التيئيسي. الخطاب التيئيسي اللي يخلي المواطن يقول كاع كيف كيف، ولا المواطن يقول لك خلاص ما فيهاش، ولا المواطن تعطي له رساله باللي راهي محسومه، ولا المواطن تعطي له مش عارف انا فكره تنفيريه تياسه وتخليه يقاطع ولا ما يقومش بالواجب الانتخابي. اعتقد انه علينا جميعا ان نحتكم الى معايير العمل السياسي النموذجي ونحترم بعضنا ونتدافع بالفكره ضد الفكره، المشروع ضد المشروع، النقد البناء، التوجيه، طرح البديل، احنا ملتزمين بهذا. وعندنا ورقه مسمينها ورقه مفاتيح الخطاب، معناتها كل فكره عندنا في مفتاح تنقول او ماذا نقول في هذه الفكره موجوده ومفصله، ولو يتسع الوقت نقدر نعطيك بعض الافكار منها. حتى لكن الذي نؤكد عليه اننا ملتزمون بالخطاب القوي، الخطاب التنافسي، الخطاب اللي يعطي الامل، جرعه الامل للشعب الجزائري، ولكن بالمقابل خطاب يعطي البدائل. ونعرض انفسنا وننتقد النقد الموضوعي لمختلف السياسات. لا ننكر انه هناك كانت بعض المنجزات، ولكن كاين اخفاقات حقيقيه. والا لو نديروا تقييم، احنا درنا تقييم موضوعي، كاين مجموعه من الاخفاقات محتاجين احنا نهضروا باللي احنا نقدروا هذه الاخفاقات نطرحوا فيها بدائل افضل ومقترحات افضل وتعهدات افضل الى اخره. نعم. هل تم ضبط الامور المرتبطه بتمويل الحمله الانتخابيه للسيد عبد العالي حسني شريف؟ لا، مازال بشكل نهائي، ولكن باشرنا الاجراءات. اول شيء درنا ان عيننا اليوم، لانه السلطه كانت طلبت منا ان نعين من يكون هو المسؤول الماليه. نعم. في الحمله الانتخابيه تم اعتماد، راسلتهم اليوم يعني راحت الرساله للسلطه لاعتماد الاستاذ سعيد زوار، وهو الان مكلف باجراء كل او بتنفيذ كل الاجراءات المتعلقه بالعمل، من خلال فتح حساب للمترشح، من خلال يعني تبرير كل مدخول يجيه من الولايات او من المناضلين، ومن خلال يعني تبرير او فوتره كل مصروف ربما يتم في عندكم رقم تقريبي لنفقات المترشح؟ معنا رقم نظري. نعم. وليس هو رقم عملي. الانتخابات الرئاسيه احنا صحيح هي محدده في القانون بانه ما تجاوش 12 مليار. نعم. ولكن نقول احنا مستحيل، احنا حزب فقير يعني ربما ماش راح يستحيل. اولا ما عندناش من نجيبوا هذه، احنا 12 ما عندناش 12 مليار. كاين ربما الميزانيه تاعنا تكون في حدود من 4 الى 5 ملايير، هذه نحاول ان شاء الله نتحصلوا عليها. نعم. وإلى اقتضى الامر انه حتى نسلفوا ولا مش عارف كيف نديروا، المهم نكملوا الحمله الانتخابيه ونديروا انتخابات تنافسيه. نعم. كيف تنظرون الى المنافسه في هذا الاستحقاق؟ من هو ابرز منافس للمترشح عبد العالي حسني شريف؟ هو اولا وجود ثلاث مترشحين فقط اعتبرها فرصه لاي واحد من المترشحين، فرصه لنا نحن في حركه المجتمع السلمي، فرصه لاخواننا في الافافاس، وفرصه للرئيس عبد المجيد تبون. هي فرصه ان يكونوا ثلاثه، لانه الاصوات ستتوزع على ثلاثه، افضل بكثير من ان تتوزع على خمسه او سته او سبعه مع الاصوات الملغاه. طبعا احنا ما نقدرش نتكهن بالنتائج لانه ماهيش بيدينا الامور، ولكن اكيد انه واحد كي ما يكونش في الحكم ويترشح باين بانه يستهدف اللي يكون في الحكم. معناتها المنافس تاع يعني واحد هو المترشح الحر عبد المجيد تبون. باين، لانه انت انا ما نقدرش نستهدف مثلا قال الافافاس الا اذا ظهر خلال الحمله انه قوي، ولا نوجه له البوصله تسمى ندور له باش الى ظهر باللي عنده لكن في العموم انا ماذا بيا؟ طارح نفسي كبديل، وطارح نفسي كفرصه للشعب الجزائري والجزائر. فرصه بان نكون في بلاصه سي عبد المجيد تبون. معناتها وبالتالي احنا ماش رايحين كما قلت لك في خطابنا لا نستهدف تجريح الاشخاص، ولكن سننتقد السياسات الفاشله ولا الاجراءات التي تمت ولا غيرها، وعنا عليها تحفظ. بالمناسبه احنا رانا حزب معارض، مترشحين كحزب معارض. بالمناسبه كنا
ننتقد كل السياسات في البرلمان من خلال الكتلة البرلمانية، لم نصوت على مخطط عمل الحكومة لأنه أعلن عليه تحفظات، لم نصوت على قوانين المالية كلها التي مرت طيلة 4 أو 5 سنوات لأنه أعلن عليها تحفظات، لم نصوت على بيان السياسة العامة اللي هو حصيلة الحكومة والنتاج تاعها، وبالتالي احنا سنستمر في معارضة هذه الحصيلة اللي كنا نقيمها، يعني فيها بعض المنجزات ولكن فيها كثير من السلبيات وكثير من النقائص، وطارحين أنفسنا كبديل له، ولكن تركيزنا الرئيسي هو على أفكارنا وعلى بدائلنا وعلى مقترحاتنا وعلى تعهداتنا 62 التي سنعرضها على المواطنين. سيد أحمد صدوق، تقابل السيد عبد العالي حسني شريف كم مرة تلتقيه في اليوم؟ ما هي ربما أبرز النقاشات التي تثيرها معه؟ نلتقي يوميا، ماشي نلتقي، نبقى يوميا من الصباح إلى الليل معا. هذه احنا درك تقريبا متفرغين لهذه المهمة، ونلتقي يوميا منذ يعني قبل حتى إعداد ورقة تقدير الموقف، وقبل قرار مجلس الشورى، وأثناء يعني يوميا نلتقي، ليس معه فقط، مرات نلتقي معه لوحدي، وأحيانا يعني مع الفريق ونناقش اليوميات. أول حاجة نناقشها هو التحضير، دائما التفاصيل التحضير، الحمد لله اسم الأوراق هنا بالتفصيل، محضرين كلش نظريا على الأوراق، درنا حتى تكوين وتدريب للهياكل الانتخابية المحلية الأسبوع الماضي، جمعناهم واليوم في الليل وغدوة في الليل عندنا فان تكوين عن بعد، ثم مستمرون على التجويد والتحضير وصناعة الفرصة والجاهزية. فنناقش هذه التحضيرات، نناقش المستجدات، يعني يوميا عندنا متابعة، عندنا رصد وتحليل ومتابعة لكل المعلومات التي تدار لاتخاذ القرارات للتوجيه. نلتقي أيضا لمناقشة يعني كيف بعض السيناريوهات التوجهات، فنحن نشتغل باستمرار ويوميا معا. نعم. يوميا معا، أحيانا نكون في اجتماعات رسمية، وفي غالب الأحيان اجتماعات غير رسمية من خلال بريفينج، من خلال أوراق، من خلال تحسينات، هو أكيد كرئيس يتخذ القرارات حينما نقدم له بعض المقترحات وغيرها، يتخذ قال هذه يعدلوا ديروا هذه، عنده رأي دائم حاضر في كل التحضيرات التي نعم. سيد أحمد صدوق، نعود إلى برنامجكم الانتخابي الموسوم بفرصة، هو يحمل رؤية للجزائر خلال 10 سنوات المقبلة، ربما ما هي أبرز مرتكزات هذا البرنامج، ولماذا حمل 62 تعهدا وليس التزاما؟ جيد، أولا نبدأ لك بالتالي، هذا الفرق بين التعهد والالتزام، هناك فرق لغوي بسيط وحتى فرق في المعنى. التعهد المقصود به هو شغل الضمانة والكفالة، يعني كي تقول تعهد الشيء، تعهد معناتها اعتنى به، احنا نريد هذه التعهدات كأننا نريد أن نعتني بتطبيقها حتى تنتهي. التعهد هو المحافظة على العهود، معناتها أنا غدوة كي نتعهد لك بحاجة، عهد، إن العهد كان مسؤولا، معناتها أتعهد بأن أنجح. الالتزام عنده شغل، عنده واحد البعد قانوني، مثلا قال كي دير كاش في العدالة، ولا كاش وثيقة كعقد مدني، ولا تلتزم شغل عنده البعد القانوني، لكن التعهد عنده بعد معنوي، هو التزام معنوي، فلذلك احنا اخترنا كلمة تعهد على كلمة التزام، رغم اللي كاين تقارب بيناتهم، ولكن البعد المعنوي والسياسي غالب في كلمة تعهد على حساب كلمة التزام. ما تعلق بالبرنامج، البرنامج كما تعلم احنا أولا ترشحنا اعتبرناه فرصة في عدة مجال، الفرصة الأولى أنه نظرنا إلى هذا الاستحقاق كاستحقاق وطني وليس استحقاق حزب أو شخص، معناتها أردنا أن يكون فرصة كاستحقاق وطني، واجب وطني، ولا يعقل أنه حدث مثل هذا نكون يعني خارج هذا الاستحقاق وهذا الواجب الوطني، نظرنا له بهذا فتصور أنه ما نقدروش نروحوا المقاطعة كأننا أخلينا بالالتزام والاستحقاق الوطني، ما نقدروش نروحوا المساندة لأننا حزب معارض و5 سنين وحنا نعارضوا فيه في البرلمان ومن بعد نروحوا نساند، فلذلك ترشحنا من هذا. البعد الثاني اللي هو فرصة تاع كيف نقول، فرصة تكريس الديمقراطية والحرية، تبغينا نعطوا رسالة بأنه كاين رأي واحد آخر، ما كانش رأي وحادي برك في الجزائر يمشي، كاين رأي آخر
نعبر على الصوت الآخر، الرأي الآخر، الرجل الآخر، البديل الآخر، إضافة إلى أنه ترشحنا هو فرصة للمدرسة التي نحملها، مدرسة الوسطية والاعتدال، اللي راهي مسحوقة في كل العالم العربي والإسلامي، ومطاردة اللي في السجون، اللي قاتلينهم، اللي حلوهم، اللي انقالبوا عليهم. احنا في الجزائر الحمد لله رانا ننافس على منصب رئاسة الجمهورية كمدرسة، كمدرسة الوسطية والاعتدال، التي يعني الجزائر ما عندناش مشكل لا مع النظام السياسي، لا مع الشعب الجزائري، لا مع محيطنا، لا ما عندناش مشكل فيها. فلذلك البرنامج جاء في هذا السياق، هو فرص، إضافة إلى فرصة للشراكة، فرصة لبث الأمل، بث الأمل لدى الجزائريين. الجزائريين ما لازم نخرجوهم من دائرة الإحباط ودائرة السلبية ودائرة اللامسؤولية ودائرة معليش اللي جاء، لا لا، ندخلوهم في هذا السياق، ودرنا نديروا فيه جهد كبير باش ننبهوا الجزائريين، ونحاولوا كما يقولون نجروا كتلة كبيرة من الجزائريين إلى الانتخابات بغض النظر على من يصوتوا. المهم يعني يلتزموا بأنه الحل هو في الاستحقاق. هل يحمل هذا البرنامج مواعيد تنفيذ محددة بدقة؟ كيف مواعيده؟ خمس احنا عندنا مواعيد تاع عهده، وان شاء الله الا نجح الرئيس نزيدوا له عهده واحده اخرى. مثلا خلال العشر سنوات التي خلال العشر سنوات دايرين، هل يعني دايرين مثلا المواطن قد يتساءل هل سأرى النتائج في السنه الاولى في السنه الثانيه؟ مفصل بالتفصيل، مفصل نعم. هنا في برنامج الرئيس فرصه او لكل التعهدات مفصله بالتفصيل، ولكن ودير لها بطاقه تقنيه. قال مثلا نعطيك تعهد، مثلا رانا في مش عارف انا مثلا نعطيك اي تعهد من التعهدات، مثلا نقولوا اصلاح الخدمات البنكيه، مثلا في اصلاح المنظومه المصرفيه، اصلاح الخدمات البنكيه بمعايير التسيير وسرعه الخدم، هذه عندها بطاقه تقنيه كيف نديروا الاصلاح، نعم. فيها بعد قانوني، لم يستغرق منه ربما البرنامج، صح فرصه، نعم. تقراه فرصه، يعني نظريا البرنامج صح فرصه، لانه بنينا على خمس محاور، المحاور هذه محاور رئيسيه. محاور المحور الاول يتعلق ب بالدولة والمؤسسات، يعني إصلاح النظام السياسي، باغيين نديروا إصلاح حقيقي للنظام السياسي، لأنه عندنا مشكل في العلاقات بين المؤسسات، عندنا مشكل في صلاحيات المؤسسات، عندنا مشكل في فعالية المؤسسات، نتكلم على البرلمان ولا نتكلم على المؤسسة القضائية ولا المؤسسة الإعلامية ولا مؤسسة المجتمع المدني، عندنا مشكلة. فعندنا مجموعة من التعهدات لإصلاح النظام السياسي بمؤسساته. المحور الثاني هو خدمة المواطن، لأن المواطن بغينا ولا كرهنا كل هذه السياسات والترشحات وهذا الرجال وهذه البدائل للمواطن من أجل خدمة المواطن. فلذلك المحور الثاني كله يتعلق بخدمة المواطن، ما تعلق بحقوقه، ما تعلق بواجباته، ما تعلق بالسكن، ما تعلق بالصحة، كل ما يتعلق بالمواطن والعيش الكريم للمواطن وشعوره أنه في بلد يشعر بالعزة والافتخار في بلده، داير له شابيتر كبير حول خدمة المواطن. المحور الثالث هو التنمية الاقتصادية. حنا رغم الاجراءات اللي ندرت ورغم المحاولات، لابد ان نقر بانه في الجانب الاقتصادي ما نجحناش حاجه كبيره، مازال الاستثمار مازال يراوح مكانه، ربما نجحنا في بعض القطاعات كما الفلاحه وغيره، لكن مختلف القطاعات الاخرى رانا روطار، رانا متخلفين بزاف. المحور الرابع هو محور التنميه الاجتماعيه، وهي تتعلق بالاسره والمجتمع، نريد اسره مستقرة، مجتمع متماسك، ونشتغل على ما يتعلق بالأسرة، الفئات الهشة إلى آخره. المحور الأخير هو التنمية الثقافية، وفيه البعد المتعلق بالتربية، بالتعليم، بالأوقاف، بالرياضة وغيرها. هذه المحاور مجسدة في 62 تعهد، كل تعهد يعني فيه تفاصيل وفيه بطاقة تقنية، والهدف النهائي ورؤيتنا، رؤيتنا للجزائر التي ننشودها سميناها الجزائر الصاعدة. هناك دول، كاين تقسيم الدول حسب، كاين دول هذه المتقدمه الجيسات، كاين دول الصاعده، كاين دول الناميه، كاين دول متخلفه. حنا باغيين ان ننقل الجزائر في غضون من 5 إلى 10 سنوات الى دوله صاعده، ومعايير الدوله الصاعده معروفه، موجوده في العلوم السياسيه والعلوم الاقتصاديه، فنريد ان ننقلها. وباش تكون الجزائر دوله صاعده لازم تكون عندها فكره مركزيه، ما تكونش هكا هلامية. الجزائر كي نطرحوا سؤال ما هي الفكرة المركزية التي تناضل عليها الجزائر، ما عندناش. نقدروا نرجعوا البيان أو نوفمبر ونخرجوا منه الفكرة المركزية تاع الجزائر ودورها الإقليمي، ونشتغل على أن تكون فعلا قوة إقليمية حقيقية، ليس فقط قوة عسكرية، وإنما قوة اقتصادية، قوة اجتماعية، قوة سياسية، قوة في الدبلوماسية إلى آخره. هذا هو برنامجنا. لماذا 62 تعهد؟ هذه كرمزية منا أننا بعد 32 سنة من الاستقلال، 62 سنة من الاستقلال، أنا الأول أن المولودين في الاستقلال يحكموا الجزائر،
ما نبقاوش مع احترامنا للكبار واحترامنا لقاداتنا وزعمائنا ومجاهدينا وكذا، بس الان الاوان ان ننتقل ونديروا انتقال جيلي في الدوله، ما نبقاوش يعني. فهذا الرمز الاول. الرمز الثاني سنه 1962، هذه يعني سنه كيف نقول مسكانية في الجزائريين، بالتالي احنا اردنا ان نعطي هذه الرساله، وكان انتماء لبعدنا الوطني وهويتنا ومرجعيتنا اللي هي بين أو نوفمبر والحركه الوطنيه وتراث جمعيه العلماء. نعم، سؤال اخير سيد احمد صدوق، نختم به هذا الجزء من البرنامج، ماذا تقولون للمواطن الجزائري؟ لماذا قد يختار مرشحكم ولا يختار باقي المرشحين؟ صحيح، نحن يعني عرضنا انفسنا وعرضنا مرشحنا الرئيس حسن الشريف عبد العالي على المواطنين، ونحن كلنا ثقه ان هذا الرجل أولا يمتلك كفاءة واقتدار، رجل إنسان نزيه من عائلة مجاهدة، بيوم مجاهدين، عموم قاع مجاهدين، من زاوية معروفة في 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 المنطقة. هذا الرجل أثبت جدارته وكفاءته في كل ما كلف به، سواء في المجال الوظيفي وترقيه في المجال الوظيفي، أو في المجال الانتخابي والنيابي على مستوى المجلس الشعبي الولائي. الناس قاع أنا لقيت والي مؤخرا عندها مده كان رئيس دائره عندهم في ولايه المسيله، قال لي وجبدنا على الرئاسي، قال لي اتذكر هذا الرجل، قال لي هو يكون ناسينا، بس قال لي اتذكر انه يعني كان ابرز عضو مجلس شعبي ولائي في الولايه حينها، ورجل محترم وكذا وكذا. في لما كان نائب في البرلمان ايضا يعني السيد يعني أدم عليه وأثبت جدارته، والآن يسير أكبر حزب في الجزائر، حزب معارض، أكبر حزب معارض في الجزائر، يسيره بكفاءة واقتدار، وعنده رضا، عنده قبول، عنده امتداد، عنده علاقات متوازنة مع الجميع، يعني شخص مقبول، شخص تقدر تخدم معه، شخص تروح، شخص وفي وعنده التزام وتعهد، ويمكن أن تذهب به بعيدا. هو وطني حر أصيل، لا يمكن ابدا ان يشوه باي طريقه من طرق التشويه، فلذلك الشعب الجزائري لن يندم على ان يختار عبد العالي حسن الشريف، واقول للشعب ان هذا فرصتنا وفرصتكم وفرصه الجزائر والجزائري. نعم، سيد احمد صدوق مدير الحمله الانتخابيه للمترشح عبد العالي حسن الشريف، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام، نلتقي في الجزء الثاني من برنامج المشهد. الله يحفظك.